بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الايمج سلايدر، ان شاء الله يكون اخر فيديو. هنعمل حاجة هنعمل كذا حاجة بحيث ان احنا في الاخر نقدر ان نعرض السلايدر بتاعنا. هندور على حاجة اسمها instantiate الايتم. دي اول فانكشن محتاجينها، ودي معناها ان احنا نبدأ نعرض الايتم بشكل فوري، وعندنا destroy الايتم عشان نقدر نشيل الايتم من على الشاشة. تمام، ازاي نعرض وازاي نخفي العنصر، وبعدين نشتغل ان شاء الله. نستنشيت الايتم، طبعا بتاخد مني، بتبعت لي الكونتينر اللي هو الفيو جروب والبوزيشن بتاع المكان بتاع العرض. فقلت له بص، هنعرف ايمج فيو اللي هي هتبقى المحتوى اللي بيتعرض، تمام كده. فلما الايتم بيجي يتعرض في انستنشيت الايتم هبدا اكتب ده. فقلت له بص، الايمج فيو هعرف الايمج فيو زي ما كنت عملت قبل كده في اكزامبلز فاتت. فقلت له الايمج فيو طبعا هياخد مني الكونتكست، ابعت له ماي كونتكست انا كنت عرفته فوق، صح ولا ايه؟ طيب، فقلت له ماي كونتكست كده الايمج عرف، هيتعرف من ايه؟ هيتعرض من ايه؟ بعد كده عندي مجموعه من البروبرتيز اللي انا مفترض ان انا اظبطها للايمج فيو بالنسبه لي، زي السكيل. طبعا السكيل تايب اللي احنا كنا ظبطناها قبل كده وعرفنا الايمج فيو بتظبط لها الحاجات دي الاساسيه. قلت له خلاص ماشي، السكيل تايب ايكوال ايمج فيو، وانادي على النيميريت فهقول له سكيل تايب دوت، وهختار بقى عندي مثلا، عندي كل الانواع اللي احنا اتعرفنا عليها في ستارت واند وسنتر انسايد، وقلت له سنتر كروب عشان يبدا يقصقص وتبقى في النص متقطعه، وقلت له ماشي مثلا ايمج فيو، وهحدد الايه اللي عليه الدور. مثلا احدد عددنا السكيل تايب، هقول له عايزين السيت ايمج ريسورس عشان اديله الباث بتاع الايه بتاع الصوره. طبعا انا هجيبه من ايمج ايه، من سلايدر ايمجز الاري اللي كانت شايله الايديهات. فاقول له طبعا لو قلت له واحد، فطبعا انا ثبت، لكن انا عندي اصلا هنا بيبعت لي البوزيشن، اصلا البوزيشن بيبعت للفانكشن دي عشان يحدد لي ده، عشان دايما يبقى عارف الصوره اللي هتبدا، هو بيبقى باعتها اوتوماتيك ويبقى عارف البوزيشن بتاعها، فانت بتكتب بقى الكود اللي هيعرضها ايه. تمام، فخلاص خلصنا من دي. فهنادي على كونتينر، الكونتينر ده اصلا فيو جروب فوق، تمام. ده برضه البارامتر الثاني، الكونتينر المفترض الحوالي هتشيل الايه الحاجه بتاعتي. فقلت له انا هعرفها از فيو بيجر، خلاص. فالكونتينر از فيو بيجر عملتها زي كونفرتنج از فيو بيجر عشان اقدر الاقي البروبرتيز بتاع او الفانكشنز بتاعته. فاقول له اد فيو، فيقول لي ماشي، قول لي ايه الفيو. قلت له الايمج فيو اللي انا ظابطها فوق دي، دي هي اللي انا عايز اعرضها في الكونتينر اللي هو عباره عن فيو بيجر، خلاص. كوما، قال لي اديني الاندكس. قلت له رقم زيرو. انا طبعا مش هحط جوه الفيو بيجر اكتر من واحده في المره الواحده، انا بعرض واحده في الاخر، في الاول في الاخر. قلت له اندكس زيرو ثابت، تمام. ريتيرن الايمج فيو، وخلاص كده ظبطت الايمج فيو وعملتها جوه الكونتينر، وقمت عامل ريتيرن. فخلاص هو كده ايه، اول ما يخش الايتم هيعرضه بالشكل اللي احنا ايه اتفقنا عليه ده. طبعا عشان تدستروي الايتم دي قصه ثانيه، لكن تعالى نفتح كده الايمجز. فلقيت ادي الايه الايمج سلايدر اللي تحت. طبعا طبعا بشد كده طبعا هيبقى تاتش، فببدا امشي 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 مفيش مشكله. طبعا ضرب مني في الاخر، يعني بشيل كذا صوره وامطخ مطلع مني ايرور وقفل. طيب هقوم عشان احل المشكله دي. طبعا انا هرجع كده للي اوت الاكتيفيتي ايمجز انا كان عندي طبعا كان عندي هعمل بس سكرول فيو عشان كانت الصوره مقطوعه من تحت مش باينه. هعمل سكرول فيو على اللينير، ماتش بيرنت ويث وهايت، والاورينتيشن فيرتيكال عشان بس ايه اقدر اشوف الصوره بالكامل يعني. واخدت كات للسكرول فيو في الاخر خالص بعد اللينير فيو، تمام، عشان لما نيجي نقدر نطلع الصوره تبقى الصور كلها باينه، ما تبقاش نصها ضايع من تحت. فرجعنا كده للاب ورجعت للايمجز. ايوه السكرول بقى موجود، ادي اس كيو لايت، بزقها كده على طول مونجو. ضرب مني، تمام، ضرب مني في اخر صوره او في صوره الماليه، لان انا ما بعملش ديستروينج للصور. فقلت له ماشي، انا هعمل اوفررايد ممبر، ورحت على الديستروي ايتم، تمام.
وهو بقى كتب لي الكود بتاع الديستروي ايتم والكونتينر والبوزيشن والاوبجكت على طول. ده الايه الاساس طبعا، بناء على الاساس. فقلت له لا انا عايز بس ايه ازود حاجه بسيطه، قلت له الكونتينر از فيو بيجر عشان يبقى عباره عن فيو بيجر زي ما قلت اد فيو قبل كده. تمام، لما كنت بعمل بدخل الصوره، فانا المره دي هعمل ايه؟ هعمل ريموف فيو، او عشان اقدر اشيل الصوره. تمام كده، طبعا هيقول لي ريموف فيو، ابعت لي الفيو اللي انت عايز تريموفه. فانا اصلا عندي الايه الاوبجكت اللي هو عباره عن اصلا صوره، صح ولا ايه؟ فاقول له خلاص هو الايمج ده از فيو، ايه از ايمج فيو، هو ده انا محتاج ان انا ايه اشيله. فقلت له خلاص الكونتينر از فيو بيجر، وقلت له دوت ريموف، واديته الاوبجكت از ايمج فيو، وكده ده الكود اللي انا عايزه. فكل مره ما بيعمل ديستروي. فانا رجعت كده بقى، قلت لي سكلايت نود مونجو كوتلين جافا، ما عنديش بقى ايه مشكله. طب اخر واحد بيروح، خلاص الدنيا تمام، واقف عليها ما بيضربش ولا اي حاجه. الفاير بيز دي كانت اخر واحده، واقدر ارجع بالايه بشكل عكسي، وكده شغلت الايه الايمج سلايدر وكله تمام. والسلام عليكم ورحمه الله.